قضت محكمة العمل في لندن بتغريم السفارة القطرية مبلغ 20,000 جنيه استرليني لصالح الموظف السابق في السفارة محمود أحمد الصومالي الأصل بتهمة التمييز العنصري الذي مارسته السفارة والملحق الطبي فيها تجاه المدعي. ومن لندن ينضم إلينا مراسل الغد الزميل عمر شاكر عمر بشير. عمر، ما هي تفاصيل حكم المحكمة البريطانية ضد السفارة القطرية؟ نعم، يعني بعد 6 سنوات على بدء هذه الجلسات ما بين الموظف السابق في السفارة القطرية محمود أحمد وبين السفارة القطرية، قضت المحكمة اليوم بتغريم السفارة القطرية مبلغ 187,000 جنيه استرليني مقابل كتعويض مادي عن الأضرار النفسية والجسدية وفقدان الوظيفة التي تعرض لها محمود أحمد الموظف السابق في السفارة القطرية. طيب، بعد الجرائم التي طالته بشكل مباشر، الجرائم العنصرية التي طالته بشكل مباشر. طيب عمر، ما هي طبيعة الطبي في السفارة القطرية؟ نعم، عبد الله الأنصاري، وما هو التمييز العنصري الذي تعرض له المواطن الصومالي الأصل في السفارة القطرية؟ نعم، المواطن محمود أحمد الموظف السابق في السفارة القطرية قال إنه تعرض لاعتداءات لها علاقة بدفع دفع في كتفه من قبل الملحق الطبي في السفارة القطرية، وكان يتلفظ الملحق الطبي في السفارة على مرافقه أو سائقه محمود أحمد بألفاظ بديئة مثل الكلب، وهذا مقرور ومنصوص، وقاله عبد الله الأنصاري عندما جاء إلى جلسة وحيدة من جلسات المحكمة. أكد هذا وبرر ذلك بأن الكلب هو وفي، هو حيوان وفي، فهو لا يهاجم لا يهاجم محمود أحمد عندما وصفه بذلك، وهذا ما أصاب المحكمة أيضا بالدهشة من تبرير الأنصار الذي تغيب عن باقي الجلسات. ولكن الأزمة اشتدت عندما وصف الأنصار محمود أحمد بالعبد، وهنا غادر محمود أحمد السفارة بعد هذا اللفظ وقدم هذه الشكوى التي استمرت لسنوات. بيلاحظ أنه اليوم وخلال جلسة النطق بالحكم لم يكن هناك داخل قاعة المحكمة من يمثل السفارة القطرية، هل عرفت الأسباب بعد؟ نعم، هي مرة وحيدة كما قلنا جاء عبد الله الأنصاري إلى المحكمة وأقر بالستيتمنت بما أدلاه من تصريحات سابقة مثل وصفه لمحمود أحمد بالكلب والعبد، وبرر أننا كلنا عبيد الله، وكل هذه المواقف كما قلنا يعني أصابت المحكمة بالصدمة، وبناء عليها تغيب بعد ذلك الأنصاري عن حضور أو أي أحد من الشخصية من السفارة القطرية عن حضور هذه الجلسات، يعني متوارين خلف الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها السفارة القطرية وملحقيها. ولكن الحقيقة والجريمة بعد أن تم تثبيتها بالقضاء البريطاني هنا، إذا لم تدفع السفارة القطرية ما يجب أن تدفعه من تعويض ومقدر ب 187,000 جنيه استرليني قبل تاريخ 26 أغسطس المقبل، فإن الفضيحة الأكبر ستكون بتوجه موظف من المحكمة العليا في بريطانيا إلى السفارة القطرية بطلب مكتوب ومنصوص فيه أن على السفارة القطرية أن تدفع هذا التعويض إلى المدعي محمود أحمد. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عمر بشير مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة لندن.